ايه هي احسن طريقة تقدر من خلالها تستمتع بالفيلم اللي انت بتتفرج عليه؟ بالنسبة لي انا شايف احسن طريقة هو انك ما تفكرش كتير وانت بتتفرج. ليه؟ لان لو قعدت تفكر كتير ده بيبوظ المتعة من الفرجة عن الفيلم، خاصة لو انت واحد كاجوال جدا، انت بتروح السينما كل فين وفين مثلا بس عشان تتفرج على الافلام اللي انت مستنيها بقالك فترة طويلة، ولكن يعني انت مش جوه العالم ده مش اهتمامك الاساسي. فيعني الحتة اللي انت فيها هنا هو انا شايف ان دي احسن حتة تكون موجود فيها عشان تستمتع بالفيلم. ولكن لو انت من الناس اللي بتتفرج على الافلام بشكل كاجوال، غالبا بيكون في اخطاء منتشرة كده هو، الاحسن في الحالة دي ان يتم تصحيحها. ليه؟ علشان بس تزيد من المتعة بتاعتك للفرجة على الفيلم، وبرضو مش يعني هتدخل نفسك جوه العالم ده تحس ان انت بتفكر زيادة عن اللزوم، لا، انت لسه بتستمتع بالافلام بشكل طبيعي جدا من غير ما تفكر زيادة عن اللزوم، ولكن بتصحح شوية حاجات غلط موجودة عندك. وده اللي انا هعمله في الفيديو ده، وبس عشان اكون فاهم ده مش اللي هو يعني ايه لازم تثقف نفسك قبل ما تتفرج على الفيلم ولازم تكون فاهم الدنيا دي ماشية ازاي والحاجات ده كله، لا، هي بس شوية اخطاء صغيرة قوي كده هو انا شايفها منتشرة عند الناس. شوف الحوارات دي من الكومنتات بتاعت الفيديوهات وعامة يعني من النقاشات ما بين اصدقائي عن الفيلم المعين ده. فبس ايه، خلينا نوضح الكام خطأ المنتشر ده. معك ابو اسماعيل من قناة من غير مونتاج، ودول اخطاء منتشرة عند الناس في عالم الافلام. رقم 6، اكس مان وولفرين. في البداية انا قلت ابدأ بحاجة بسيطة جدا كده عشان اوضح لكم ايه الناحية اللي انا جاي منها. اظن الموضوع ده يعني خف في الكام سنة اللي فاتت والموضوع واضح اكتر، ولكن انا شايفه المثال الكويس عشان يوضح لكم فكرة الفيديو ده، وهو يعني ان كل الناس اول لما تشوف وولفرين على الشاشة يقولوا ايه ده، اكس مان اهو. Not quite my friend، يعني close enough بس لا. اكس مان تمام، يعني هم رجال اكس، اكس اللي هي اختصار لإكزيفير تمام، يعني اكس ده اللي هو الرجل الاصلع تمام، الشلة بتاعته هم الاكس من تمام. وولفرين شخصية تانية خالص، يعني اللي انتوا شايفينه قدامكم ده هو وولفرين، حلو الكلام، اللي هو لوجان ده مش اكس مان، وولفرين ده مش اكس مان. والخطا ده هو خطا صغير بيحصل كتير في حاجات تانية حتى بس ملهاش دعوه بعالم الافلام. نفس الموضوع مثلا مع رياضه الام ام اي، لما تيجي تتكلم مع حد عن رياضه الام ام اي ما يكونش عارف كتير عنها يقوم قايل لك ايوه رياضه اليو اف سي، برضه لا غلطان يا صديقي، يو اف سي هي يعني زي مثلا الدوري الاسباني كده اهو، هي يو اف سي هي تعتبر الدوري الاسباني اللي بيلعبوا فيه يعني رياضه كره القدم، اليو اف سي هي الدوري الاسباني بتاع رياضه الام ام اي، حاجه زي كده هو. اكس مان هو اسم الافلام او يعني الاختصار للجروب بتوع رجال اكس، وولفرين هو بس واحد من الاكس مان، وبرضه هو ما يعتبرش واحد من الاكس مان في كل الحاجات اللي انت بتتفرج عليها، هو وولفرين اللي هو لوجن هو شخصية لوحده، والاكس مان حاجة تانية. رقم 5، الأوسكارز. لسنين طويلة كان السقف بتاع التقييم بتاع العامة الناس كده هو ان ايه هو احسن فيلم، اكيد الفيلم اللي اخد اوسكارات كتيرة او الفيلم اللي اخد اوسكار احسن فيلم في السنة. ولكن بالسنين اللي فاتت، خلينا نقول اخر 10 سنين، دي ما بقتش الحالة تماما. مش معنى ان الفيلم حلو ده معناه ان هو لازم يكسب اوسكار، ومش معنى ان الفيلم اخد اوسكارات كتيره ده معناه ان هو فيلم حلو. يعني اقرب مثال ممكن تشوف فيلم لا لا لاند حضراتكم، ولكن برضو عشان ما نقعدش نزعل من بعضنا كده هو الموضوع في الاخر راي شخصي، ايه كل واحد بالفيلم اللي يعجبه خلاص. انت الفيلم عجبك مش لازم تروح تدور على حد يعزز لك او يبرر لك سبب عجبك للفيلم ده، انت ممكن يكون عجبك فيلم جدا وتقييم الفيلم ده على اي ام دي بي او على روتن توميتو يكون 6 يكون 5 تمام، ده شيء عادي جدا طبيعي ما فيهوش اي مشكله، ده ما بيخليش في حاجه غلط فيك ولا في حاجه غلط في الفيلم، الموضوع كله اراء كده وشخصيه. ففكره ان انت تشوف فيلم والفيلم واخد احسن اوسكار في الاخراج واحسن اوسكار فيلم في السنه والكلام ده كله، ده ما بياكدلكش ان ده فعلا احسن فيلم في السنه ولا اي حاجه، خاصه في اخر 10 سنين. رقم 4، ما فهمتش الفيلم. ده ممكن نربطه بالحاجه اللي انا لسه قايلها، وهي الفكره دي اللي بتيجي عند الناس لما يتفرجوا على فيلم تقيل شويه مثلا، ايه زي افلام كريستوفر نولان، فاهمني ازاي كده، هو بعد ما يخلص الفيلم انت تحس من جواك ان انت مش فاهم الفيلم، بس اللي هو ايه لازم يعني تحاول تكذب كده هو او تطلع كام تجويده من عندك عشان تبرر ان انت فهمت الفيلم، لان انت بكل بساطه خايف تقول انك ما فهمتش الفيلم. ولكن الحقيقه هي ان ده شيء عادي جدا ان انت ما تفهمش الفيلم، شيء طبيعي جدا. وبس ما بتكلمش على الافلام اللي هي اللي ممكن تكون عميقه شويه شويتين كده هو، او مثلا الافلام اللي يعني بتطرح مواضيع عميقه شويتين مثلا فيلم ماضي
نظر او حاجه زي كده اهو. بعد ما الفيلم يخلص وارد ان انت في حاجات تكون وقعت منك في الفيلم وانت ما فهمتهاش، شيء طبيعي جدا. ده ما يخليش منك شخص كده هو غبي عشان انت ما قدرتش تفهم الفيلم، او ده ما بيخليش من المخرج ان هو مخرج يعني مش شاطر عشان ما قدرش يوصل الفكره بشكل واضح جدا. لا، على فكره ده ممكن يكون القصد بتاع المخرج ذات نفسه، ان هو بعد ما الفيلم يخلص انت لازم تتفرج عليه مره والتاني عشان تفهم منه المعنى اللي فعلا عاوز يوصله. او ممكن يكون فعلا القصد من المخرج ان هو يسيبك كده هو وانت متوغوش، ما فيهاش اي مشكله، فمش لازم تحاول تبرر او تحاول تطلع معنى من الولا حاجه. شيء طبيعي جدا ان انت ما تفهمش الفيلم، ما فيش اي كسوف في ده. رقم 3، لازم تقرا الكتاب. الادب حاجه لوحدها تمام، وصناعه السينما حاجه لوحدها. حلو الكلام. افلام كتيره بتكون مبنيه على اعمال ادبيه مشهورة جدا، والسبب ان هي مبنية على الاعمال دي عشان الاعمال الادبية كان ليها تأثير جدا كبير كده هو عند الناس اللي قريتها. مثلا سلسلة الكتب بتاعت هاري بوتر، او يعني في العالم العربي عندنا الكتاب بتاع الفيل الازرق. فهمني ازاي؟ فده يعني ميديم لوحده كده هو اللي هو الكتب وليه الجمهور بتاعه، بس اول لما الكتاب ده يتاخد ويتعمل فيلم خلاص انت مش لازم تربط الاتنين دول ببعض. الفيلم تحكمه كفيلم لوحده. ليه؟ لان اللي انت بتتفرج عليه في الفيلم ده مش لازم يدي لك الحاجة اللي انت فهمتها من الكتاب. بالعكس، انت اللي انت تتوقعه من الفيلم ده، مثلا اول فيلم هاري بوتر ده ما كانش اول كتاب بتاع هاري بوتر، لا ده كان زي ما تقول كده هو تفسير المخرج بتاع فيلم هاري بوتر لاول كتاب. فمش لازم تكون قريت الكتاب علشان تروح تتفرج على الفيلم، ومش لازم عشان انت شخص عجبك الكتاب وما عجبكش الفيلم ده معناه علشان الكتاب كان احسن او حاجة زي كده. لا يعني كده هو انت بتدخل وسطين ملهمش دعوة بعض. ده حاجة لوحدها وده حاجة لوحدها. لو هتحكم على الفيلم احكم على الفيلم لوحده. ونفس الموضوع يمشي مع الكوميكس. بأفلام الكوميك بوك الكتير اللي احنا بنشوفها دلوقتي صعب ان هم يترجموا كل حاجة موجودة في الكوميكس للأفلام، لان بكل بساطة في حاجة تنفع في الكوميكس واستحالة استحالة تنفع في عالم الأفلام. اقرب حاجة ممكن تقولها هاوس اوف ام يا معلم كده هو، يعني ازاي هيعملوا هاوس اوف ام في فيلم او في مسلسل مثلا زي المسلسل بتاع واندا فيجن كده؟ استحالة تقرب الاثنين دول ببعض. فبس ما ترفعش توقعاتك لفوق، وعامل كل وسط على الحالة اللي هو عليها. الأفلام أفلام في الآخر، والأعمال الأدبية هي أعمال أدبية. رقم 2، أفلام الأنيميشن. كل ما افتكر ان خلاص احنا وصلنا للمرحلة دي اللي ما بقاش يعني في اي استجمة على الأفلام الأنيميشن، الناس بتقعد ترجع وتكرر الموضوع ده وتقول ان أفلام الأنيميشن بتاعة الصغار. يا صديقي نو جاست نو. طب يعني بنفس المنطق ده انا ممكن اقول ان فيلم باك تو ذا فيوتشر واحد من اكتر الافلام اللي انا بحبها، هو فيلم للصغار. ليه؟ علشان هو فيلم صالح للعيله كلها، زي افلام الانيميشن بالظبط. افلام الانيميشن صالحه للعيله كلها. الفكره ان الميديم بتاع الانيميشن ايوه بيكون جذاب اكتر للاطفال، بس ده مش معناه ان الكبار ما يقدروش يستمتعوا بيه. افلام انيميشن كتير جدا انا بعشقها. انت بس خد لك نظره على الافلام بتاعه بيكسار اللي لفتره طويله جدا انت بتحس ان الافلام اللي بيعملوها دي بيعملوها للكبار قبل ما يعملوها للصغار. وما تخلونيش حتى ابدا النقاش عن الانمي، لان انا شايف ان الانمي بالثقافه بتاعتنا كده هو كعرب هو ما ينفعش يكون للصغار، لان في حاجات كتيره جدا بتهاجم مواضيع في منتهى العمق اللي هو يعني ليه عيل صغير يتفرج على الحاجات دي؟ انا مش فاهم. اقل سن يعني ممكن تقوله لو عصرت عليها لمونه كده هو 14 سنه اقل حاجه، عشان مثلا يتفرج على ديث نوت او حاجه زي كده هو ويطلع منه فعلا بمعنى. بس زود على ده حتى افلام الانيميشن اللي بيتم الاعلان ليها كانها افلام للصغار، بس انا لسه بستمتع بيها جدا لما بتفرج عليها ومش شايف فيها اي مشكله. ورقم 1، دي سي ومارفل. زي ما قلنا في الكام سنه اللي فاتت بانتشار افلام الكوميك بوك بشكل مش طبيعي، لسه حتى يومنا هذا في سنه 2020 في بعض الناس بتسال هو امتى بقى يعني دي سي هتعمل فيلم مع مارفل. يعني بص الموضوع صعب، يعني الموضوع صعب جدا لحاجات كثيره، حاجات يعني يا لهوي. مبدئيا دي سي هي حاجه لوحدها تمام، شركه لوحدها كده هو، ومارفل هي حاجه تانية خالص. دي ليها شخصياتها ودي ليها شخصياتها، دي ليها العالم السينمائي بتاعها ودي ليها العالم السينمائي بتاعها تمام. في الكوميكس ايوه تم كده هو كم مرة يعني نادرة جدا عملوا ايه كروس اوفر للاتنين، ودي كانت يعني حاجة اللي هو ايه يعني هزرايا للفانز كده هو، ما يتمش اخدها بجدية نهائي. والسؤال ده بدأ ينتشر اكتر من بعد اول فيلم لأفنجرز تمام. اول فيلم لأفنجرز كان طلع وكان يعني اتشهر جدا وكده هو، ومعظم الناس ما كانوش على يعني معرفة كبيرة جدا عن الكوميكس
الكوميكس بتاعت مارفل، يعني ما كانوش يعرفوا مين هم الأفنجرز في الكوميكس، بس أكيد كانوا يعرفوا جاستس ليج. تمام، ليه؟ لأنهم عارفين باتمان وسوبرمان، لأنهم كانوا مشهورين جدا في الأفلام الأنيميشن اللي احنا كنا بنتفرج عليها وإحنا صغيرين. فبعد ما فيلم أفنجرز اتشهر كده هو مرة واحدة، ناس كتير سألت السؤال، طيب هم ليه ما يعملوش فيلم أفنجرز مع الجاستس ليج؟ الجملة دي فيها كمية حاجات غلط، يعني مش هينفع نقف هنا، ما ينفعش. يعني كأنك بتقول مثلا ليه عالم مارفل السينمائي ما يدخلش في عالم السوكي السينمائي؟ تو كومبليتلي ديفرنت ثينجز ماي فريند. انت ممكن تقول عليا مجنون، ولكن يعني انا شايف ان السؤال ده ما بقاش غريب جدا دلوقتي، لان زي ما احنا شايفين ديزني عماله ماشيه تشتري كل حاجه هنا وهناك. فعلى فكره حاجه ما تبقاش غريبه خالص، ان ممكن اديها 10 سنين كمان وارد ان ديزني تشتري وورنر برادرز هي كمان كده اهو. وبعد ما تشتري وورنر برادرز، مين اللي تحت وورنر برادرز؟ الدي سي. وبعد بقى ما تشتري دي سي، حليني بقى، شوف بعد كده ممكن تلاقي الكروس اوفر اللي كلنا بنحلم بيه، ان مارفل تعمل حاجه مع دي سي. بس ما تحبسش نفسك في اي وقت قريب، لان استحاله حاجه زي كده تحصل. بس من الاخر للاجابه عن الخطا المنتشر ده، مفيش حاجه اسمها دي سي تعمل فيلم مع مارفل. ما ينفعش فيلم افنجرز ويطلع فيه باتمان، ما ينفعش. دول حاجه ودول حاجه تانية خالص. وبس اعزائي المشاهدين، ده كان فيديو خفيف كده كنت عايز اعمله بقالي فتره، وبرضه مبني على الاقتراحات بتاعتكم. فلو عندكم اي اقتراحات تانية للفيديوهات القوائم دي، ممكن تسيبوها في الكومنتات بتاعت الفيديو، وممكن ناخدها كده ونعمل منها فيديو في المستقبل. وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو لان ده فعلا بيساعد، وانشروا الفيديوهات دي على قد ما تقدروا. شكرا على متابعتكم ووصولكم لنهايه الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشغلوا التنبيهات عشان اول ما ينزل فيديو جديد يوصل لكم على طول. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.